أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم
وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله عذاب الله بغتة أو جهرة بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. صدق الله العظيم.